هل تريد أن تعرف إلى أي مدى أنت ذكي؟ جرب أن تحاول حل الألغاز في هذا الفيديو. هذه الألغاز قد تبدو بسيطة من النظرة الأولى، لكن الأشخاص الأذكياء هم القادرون فقط على حلها. لا تنسى أن تكتب في التعليقات عن عدد الألغاز التي استطعت حلها بشكل صحيح. إذا لم تكن مشتركاً في القناة، فقم بالاشتراك الآن وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. رقم 1. سافر أحد علماء الآثار في بعثة إلى أمريكا الجنوبية من أجل العثور على الكنز المفقود. وقع العالم في الفخ عندما دخل من خلال الأدغال. اكتشف عالم الآثار بعد أن عاد إليه الوعي أنه موجود في الأسر لدى قبيلة برية. اقترح زعيم القبيلة على عالم الآثار عقد صفقة. الكنز الذي يبحث عنه عالم الآثار موجود لدى الزعيم، ويمكنه أن يطلق سراح العالم، لكن حينها لن يحصل على الكنز، أو يمكن للعالم أن يلعب مع الزعيم لعبة إذا أراد الكنز. إذا كسب العالم سيأخذ الكنز، وإذا خسر سيحرقونه. على الرغم من أن الخطة نفسها فيها قدر كبير من المخاطرة، إلا أن عالم الآثار وافق. الزعيم معروف عنه الخسة، وكان على علم أنه لا يستطيع أحد أن يكسب في اللعبة إلا هو. تم وضع إناء أمام عالم الآثار. قال الزعيم أنه يوجد 7 حبات فول في الإناء، 6 حبات لونها أسود وواحدة بيضاء. ينبغي على عالم الآثار أن يدخل يده في الوعاء دون أن ينظر ويجلب حبة واحدة. إذا كانت الحبة بيضاء فهذا يعني أنه ربح، وإذا لم تكن كذلك سيعدمونه. اعتقد عالم الآثار أن الزعيم يخدعه وسيجد في الوعاء 7 حبات سوداء، إلا أنه استطاع أن يكسب الزعيم عن طريق الحيلة. كيف استطاع ذلك؟ اتضح أن عالم الآثار أكثر خداعاً من زعيم القبيلة. لقد أدخل يده إلى الوعاء وأخذ حبة في يده وأكلها بسرعة دون أن يراه أحد. من أجل أن يفهم ما هو لون الحبة التي أخذها، قاموا بجلب جميع الحبات التي تبقت. في هذه الحالة لاحظ أفراد القبيلة أنه يوجد 6 حبات سوداء فقط في الوعاء، لذلك اعتقدوا أن عالم الآثار قد التقط الحبة البيضاء. رقم 2. سنعرض لكم عدداً من الألغاز القصيرة التي تكشف مدى استخدامك للمنطق. لديه أذن واحدة فقط، لكنه لا يستطيع أن يسمع. الإبرة. ما هو الشيء الذي تظل ماسكاً له حتى لو أعطيته لشخص آخر؟ الكلمة. ما هو الشيء الذي ليس له بداية أو نهاية أو شيئاً في المنتصف؟ هي دوائر الحلوى. كم عدد البيض الذي يمكن أن تأكله في الصباح ومعدتك فارغة؟ ليس له حل. رقم 3. كان هناك مجرم يجري من ملاحقة الشرطة. دخل في الطريق إلى حمام عام. لم ترى الشرطة وجه المشتبه به. عندما دخلت الشرطة إلى الحمام، اكتشفت عدة أشخاص. انظر إليهم جيداً وأخبرنا من المجرم.
لعلكم لاحظتم غياب قطرات العرق المتساقطة من على وجه أحد العملاء. هذا هو المجرم. ضع علامة الإعجاب إذا كانت إجابتك صحيحة. رقم 4. كان هناك ملك شرير يحكم إحدى الممالك في العصور الوسطى. إذا كانت حالته المزاجية سيئة، يقوم على الفور بإعدام شخص ما مقابل خطأ بسيط والأمر لا يستحق. ذات مرة استدعى خياطاً وأمره أن يحيك له جلباباً. كان الخياط لديه قطعة قماش طولها 6 أمتار. ينبغي عليه أن يقيس 4.5 متر من هذه القطعة، لكن لم يكن مع الخياط شريط قياس ولم يرد إغضاب الملك. كيف يستطيع الخياط أن يقيس 4.5 متر دون استخدام شريط قياس؟ لدى الخياط قطعة قماش طولها 6 أمتار. إذا قام بطيها مرة أخرى سيحصل على 1.5 متر. سيقوم بقياس 3 قطع طولها 1.5. بذلك سيحصل على قطعة قماش طولها 4.5 متر. رقم 5. مارك يحب رسم الجرافيتي. ذات مرة دخل منزلا قديما مهجورا من أجل أن يرسم على أحد حوائطه. فجأة انغلق الباب خلفه وسمع صوتا مخيفا. قال هذا الصوت أن مارك يمكن أن يترك المنزل من خلال أحد الأبواب الثلاثة. خلف الباب الأول يوجد قاتل، خلف الباب الثاني يوجد زومبي متخفين، خلف الباب الثالث يوجد حريق هائل. ما هو الباب الذي ينبغي على مارك اختياره كي ينجو؟ سيستطيع مارك الخروج بسلام إذا كان لديه سرعة بديهة. يوجد خلف الباب الثاني زومبي متخفين، لكن مارك ذهب كي يرسم الجرافيتي. هذا يعني أن لديه علبة بها ألوان للرش، يمكنه أن يرش الرذاذ عليهم وبذلك يستطيع أن يكشف الزومبي. رقم 6. قتل أحد الكتاب في منزله الواقع خارج المدينة في إحدى الليالي المظلمة المطيرة. اكتشف الحارس جثته في الصباح. قرر الحارس أن يعرف من الذي فعل الجريمة قبل أن تأتي الشرطة. كان الحارس يراقب من هو موجود في المنزل. كان الطاهي في المطبخ يعد الإفطار. كان البستاني في الحديقة يروي الأرض. كان السائق في الكراج يصلح السيارة. ما هو السلوك الذي بدا غريبا للحارس؟ السلوك المثير للشبهة هو ما فعله البستاني. ليس بحاجة لري الأرض بسبب الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل آنذاك. رقم 7. حدث هروب للمساجين من أحد السجون. انظر إلى كاميرات المراقبة في المدينة واعثر على المجرمين الذين هربوا. لا تنسى أن تكتب في التعليقات عن عدد الألغاز التي استطعت حلها بشكل صحيح. لا تنسى أيضاً أن تشترك بالقناة وتضع علامة الإعجاب وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.